عشان كده خلونا نسمع بقية التفاصيل من مدام ميرفت ونفهم منها ايه التطورات الجديدة اللي حصلت. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير يا ازاي فندم. حضرتك يا مدام ميرفت، اخبارك ايه؟ الحمد لله، البقاء لله يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ربنا فندم. يصبرك يا رب ويسعدك. الله يكرمك يا حبيبتي. قولي لي بقى، انا عايز اعرف الاول، اخوكم ده خطف ابوكم ولا واخده ان هو يعيش معاه بيبره؟ واخويا ده للاسف لا ما بيحبش لا ابويا ولا اخت ولا اخ ولا بيحب غير ان يخطفوا عشان ياخد فلوسه، بس فرده من فلوسه في البنك. ده من هو صغير ما بيحبش حد يعني؟ هو اصلا عدواني من وقت ما طلق الزوجه الاولى. واخويا اللي توفى الله يرحمه، الله يرحمه، اكل ودانه كلها في بقه ومع ذلك ما اشتكاهوش ولا مره. يعني ايه اكل ودانه كلها في بقه؟ نط عليه في مره داخل هو جاي من بره اخويا الله يرحمه، فلقى والده جاي مقعد والده ومقعد راجل بيكتب الاوراق بالاملاك، فبيقول له بيضحك معاهم بيقول لهم بتعملوا ايه؟ قالوا له احنا زي ما انت شايف. وانا ما اعرفش ليه وليه ما كنتش معاكم وانتوا بتكتبوا املاك ابوكو. قام واحد الكبير اللي في بره مصر ماسك دراعته مخكتفه ورا ظهره، والتاني المحامي اللي في العالمين اكل ودانه. وانتوا ما اشتكيتوش او حد قال ان في حاجه غريبه بتحصل او ان الراجل ده عدواني؟ فمن وقت ما كان ودن اخوه ابو الحسن الله يرحمه وهو عدواني، المحامي الاستاذ المحامي ده عدواني. طب انا عايز اسالك، هو اخوكي الصغير هو منير صح؟ وتاني مره برضه طلق اللي اكتوبر، وحاليا قاعد مع مخروجه ثالثه في العالمين. طب هو خده ازاي؟ يعني خد والدك ازاي؟ خطفه؟ نعم، هو خد والدك ازاي يا مدام ميرفت؟ خطفه؟ هو عنده عربية صغيرة كده، كان عادة يجي في الصيف يقول له تعالى اقعد معايا يومين في العالمين افسحك في مارينا. المرة دي بقى لأن والدتي توفت، ولقى لقى المزارع جايب لوالدي حوالي 90,000 في شنطة محصول الكتان. قام قايل له على يا بابا، وراح واخده واخد ال 90,000 معاه، يعني رايح برضاه عشان يتفسح مع ابنه. لا انا عايزاكي تعالي نشرح حته حته عشان الناس كلها تفهم، هو كان رايح برضاه عشان يتفسح مع ابنه. رايح هو اقنعه انه رايح يفسحه بيومين وياخد الفلوس دي معاه، هيحطها لك في البنك يا بابا واحنا ماشيين في الطريق. كان معاه 90,000 جنيه. كان المزارع لسه جايب الشنطه محصول الكتان. وهو بدا بقى ان هو يعمل كده مع والدك من امتى؟ من سنتين؟ خد والدي من سنتين. ما شفتوش خالص وما تعرفوش عنه حاجه؟ احنا قعدنا انا واخويا اللي توفى رايحين جايين على العالمين بالعربيات، ورحنا لاسم شرطه العالمين لهاني به الوحش، ورحنا الاماكن دي كلها وعملنا محاضره انا واولاد عمي واخواتي. وما عرفتوش تشوفوه خالص السنتين دول؟ مش عارفين نشوفه. يعني انتوا مش عارفين طريقه؟ طيب مش عارفين مكانه؟ عارفين المكان، بيقف بيقول هقتلكوا ويجيب سلاح ويقول هقتلكوا لو قربتوا من البيت. وما بلغتوش عنه مثلا؟ لانه خايف لنفضحه، لان جرد والده من امواله اللي في البنك ومن كل امواله. طب ما بلغتوش عنه ليه يا مدام ميرفت، او قلتوا حاجه بالواقعه دي ان انتوا عايزين تشوفوا ابوكوا وهو مخطوف؟ اسالي هاني بيه الوحش مامور مركز العالمين. لا انا اسالك انت وبسمع منك انت يا حبيبتي. وايه اخويا اللي توفى قال هتجنن ونفسي اشوف والدي. ده قبل ما يتوفى قال كده يا حبيبي الله يرحمه. وعملنا محضر رقم 114. وهو عارف ان معموله محضر يعني؟ شهدوا والعرب هناك شهدوا، لان كان والدي طلبني من العرب وقال لهم هاتوا لي بنتي نفسي اشوفها وهاتوها لي عندكم في بيتكم. يعني هو في وعي وبرده شويه اهو قبل ما يتوفى الله يرحمه. كان قبل ما يتوفى بست شهور كان لسه عنده شيء من الوعي. وبعد كده الفتره الاخيره مفيش اي وعي. اللي انا عرفته ان مفيش اي وعي. طب عرفتوا انتوا بقى خبر الوفاه ازاي الاول؟ خبر الوفاة للأسف أنا في القاهرة. وبعدين قبل ما يتوفى بأسبوعين أخويا خاف يكتب الأرض باسمه من خلال التوكيل.
امال كاتبها باسم مين؟ بعد الاستغاثه راح مكاتبها باسم اختي اللي ما اتعلمتش في البلد، خضره فريده عبد الغفار. فكتب الارض باسمها علشان هو وهي كانت موافقه، يعني هي عارفه ان هو كتبها باسمها ولا هي عامله له توكيل ولا ايه؟ لا، هو اخويا عمل بيع من ابوه لاخته. يعني هي عارفه. وهي عارفه. وهي موافقه. وهي موافقه انها تاخد الارض كلها باسمها. معقوله؟ علشان تضيع حقي انا واخويا المريض اللي ابوه كاتب له 5 فدادين من 8 سنين على الاقل. يعني هما دلوقتي اتحدوا عليكوا، بقيتوا فريقين، حضرتك واخوك المريض والثلاثه التانيين. ايوه، والاخ الثاني توفى. الاخ اللي توفى انتوا كنتوا 6، فثلاثه فريق وثلاثه فريق. ايوه. طب وحضرتك بقى عملتوا ايه لما عرفتي ان والدك توفى؟ القاضي طلب قبل ما يتوفى باسبوعين، كانوا رايحين ياخدوا صحه توقيع على الارض لاختي. اخوها المحامي رايح يجيب لها صحه توقيع وبعدين يقسم معاها. لا انا عايز اعرف رد فعلك اول ما عرفتي، حضرتي الدفنه، حضرتي غصيبك من الفلوس. ما لازم حضرتك تعرف اللي قاضي طلب ابويا وقال ازاي راجل 90 سنه باع 20 فدان وخد 7 مليون منك. وعدي 7 مليون ازاي وهو 90 فدان؟ القاضي استشعر خطر. طب والقاضي لما سالكوا على اوراق بتثبت ان هو مريض، معاكي الاوراق دي اللي بتثبت ان هو مريض ومش في وعيه؟ انا عندي الدكاتره اللي هو اكتشف عندهم يوم ما توفى. يعني في تقارير موجوده مثبته؟ انا حصلنا على التقارير وجبنا شهاده الوفاه. طب مين قال لك بقى ان هو توفى؟ مين اللي كلمك قال لك والدك توفى؟ انا في ابن عمي، في ابن اخويا اللي توفى. كلمني قال لي يا تيتا، يا عمته، جده، عيش انت. وما حضرتوش ولا غسل ولا دفنه ولا اي حاجه؟ وانا لا، انا انتظري. انا في القاهره. قلت له عرفتي منين؟ يمكن عمتك اللي في البلد متفقه مع عمك بتعملوا تمثيليه؟ وبيعملوا علينا تمثيليه. لان انا كلمت ناس في البلد قالوا ما فيش منادي ندى ولا في نعي ولا في اي حاجه. راجل في القامه ديت، وراجل كانت الدنيا كلها حواليه عارفاه، وراجل كان قيمه في المنطقه كلها هناك. ازاي ما يبقاش حد عارف انه توفى؟ قال لك ايه بقى؟ لان القاضي طلبه قبلها باسبوعين. طب قال لك ايه بقى ابن اخوكي؟ انا عايز اشوف الراجل الكبير ده اللي باع لبنته 20 فدان واشوفه ودى الملايين. انا هسالك بقى في الحاجات اللي اتباعت، وهسالك في الفلوس، وهسالك في كل الاجراءات، يعني اجراءات قانونيه، بس انا عايز افهم الاول. ها بعدين عملتوا ايه بعد ما قال لك كده؟ اتاكدتي ازاي ان والدك توفى؟ كلمت ولاد عمامي كله. بعدين ابن اخويا في الجيش، عمته قالت له كذا كذا، حق ابويا توفى، حد ندى على ابويا هناك المنادي بتاع البلد. حد قال في الجامع، حد قال حاجه يا جماعه ان الحاج فريد توفى. قول لي، قول لا، قول لي يدخل على النعي، على الراجل اللي يعني انت تعرفي، يعني كنت تعرفي على الغسل والدفنه والحاجات دي؟ مفيش ولا غسل ولا دفن ولا تعرفي اي حاجه؟ ولا حد في البلد عارف حاجه خالص. اتاري والدي بقى 4 ايام بيموت. يا نهار ابيض. واحنا مش عارفين يعني ايه 4 ايام بيموت. يعني اخوكي كان بيعمل معايا، كان اخر ايامه عايش ازاي؟ انا عايزه اسالكوا، عايزاكوا تسالوه السؤال ده. انا عايزه اساله السؤال ده. انا عايزه جاي التقرير يا فندم الساعه 6 الصبح انه مات. التقرير الطبي بيقول. وعايزه اقول لك ان احنا فعلا في البرنامج حاولنا نتواصل معاه، لسه بيقولوا لي حاولنا نتواصل معاه وما ردش، لاننا عايزين نسمع وجهه نظره. الساعه 6 الفجر واتبعت له رسائل كمان يا مدام ميرفت وما ردش. ورحنا يا حبيبه قلبي، احنا رحنا اختي اللي في الصغيره اللي في المنصوره قالت لي يا اختي ابوك فعلا مات. قلت الكلام ده الظهر، قلت لها فعلا مات. دي اختك اللي هي كتبت الارض باسمها؟ لا، اختي تانية. انتوا كام حد؟ احنا 3 بنات واربع صبيان. يعني انتوا 7 مش 6 زي ما انا كنت عماله اعد معاكي. لا، اختك بقى الصغيره دي بقى موقفها ايه؟ المنصوره محايده. دي مالهاش دعوه. بس هي زعلانه على الفريق بتاعنا. طب يعني الوضع دلوقتي ايه؟ الارض دي هتعملي فيها ايه؟ هتتصرفي ازاي؟
ايه الاجراءات اللي ماشيه فيها؟ اخويا المحامي كتبها قبل ما ابويا يموت على طول باسم اخته اللي هي الجاهله اللي ما اتعلمتش في البلد. وهي بقى انت ضامنه ان هي هتديها لاخوها؟ قضيه ثانيه علشان يقسم معاها. يعني لا صعب. عملناها صحه توقيع في المحكمه. صعب. عشان بعد ما تاخد صحه التوقيع تقسم معاه. مأساة. طب يا مدام ميرفت انت ليه ما حاولتيش تتواصلي معاهم ونشوفها بصله الرحم؟ مش انت الكبيره بتاعتهم؟ لا الكبيره بتاعتنا اللي هي اللي في البلد اللي ما اتعلمتش. اللي هي المحايده ولا اللي باسم الارض باسمها؟ اللي الوقت كتبها اخوها المحامي باسمها لما انا فضحته قلت ده بيتلاعب على الشرع وعلى القانون. طب انت ليه ما حاولتيش تكلميهم وتقول لهم يا جماعه حرام اللي انتوا بتعملوه ده وعيب وما يصحش وبالود وبالتراضي؟ ده دكاتره علماء في البلد، ولاد اعمامنا دكاتره علماء، الدكتور محمد مجاهد رئيس الجمعيه الخيريه في البلد. عمل ايه؟ استاذ دكتور في جامعه كفر الشيخ. قال له قال يا منير للمحامي اللي في العالمين، عيب يا ابني اخوك المريض واختك المتغربه تاكل حقهم. طب قفل السكه في وشه. ولا انت جربتي تكلميه صح؟ ده انا جربت مش هقول لك 20,000 مره، واولادي ولادي محترمين جدا، يقفل السكه في وشهم. انت طب لو هو سمعنا دلوقتي عايزه تقولي له ايه؟ عايزه اقول له اتقي الله، بس انا واثقه 1000% ان هو مش في قواه العقليه من وقت ما كان ودن اخوه. بدليل بعدها طلق مراته الاولى، وبعدين اتجوز في اكتوبر طلق مراته الثانيه، وحاليا مع الزوجه الثالثه في العالمين. بس هو كل واحده يتجوزها يخلف منها ويسيبها من وقت ما كان ودن اخوه، وهو مش في قواه العقليه اساسا. طب ومش ناويه تعملي قضيه عشان تاخدوا حقكم ولا تسيبيه يجي بالتراضي صح؟ لا ده هو عايزني بعت اخر مره يقول تسيب ورثها وانا اتنازل عن القضايا. احنا هنحاول نتواصل معاكي تاني عشان نعرف عملتي ايه في القضيه، وهنحاول نكلم محامين متعاونين معانا هنا في البرنامج، وربنا يقدرنا ونجيب لك حقك والبقاء لله. وانا انا بشوف العجب زي ما كنت بقول لكم.